جاءنا الخبر التالي، فوز الزمالك بطلا بالكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء. 1000 مليون مبروك الزمالك عاش، وعقبال الأهلي بإذن الله أنه يفوز على الترجي، فنبقى بنعمل كده إيه موسم رائع من البطولات لأكبر ناديين في المنطقة بالكامل. طبعا أنا يعني الزمالك بالنسبة لي ما فيهاش هزار، بس أنا بجد مش هزار، أنا فعلا بتمنى أنه بإذن الله الماتش بتاع الأهلي والترجي يبقى 100 فل و14 وأنه الأهلي يفوز. أنا من الناس اللي بتحب الرياضة، بحب الرياضة جدا، وبشجع دائما التنافس الرياضي، ولا أشجع أبدا بأي حال من الأحوال على أي شكل من أشكال إيه بقى التعصب الرياضي. أنا ما بحبش أسميه التعصب الكروي، هو التعصب الرياضي. صحيح ممكن بتبقى الكورة هي الأبرز باعتبارها اللعبة الشعبية الأكثر، أو هي الأكثر شعبية الأكثر شهرة إلى آخره. أنا بالنسبة لي بقى النهاردة كان في مشهد كمان رائع جدا، هو مشهد جماهير الزمالك، وانا هنا اللي بقصده مش ان هم زمالك بالتحديد، مشهد الجماهير بقى، يعني لو خدناها بالخصوص فهو مشهد جماهير الزمالك، لو خدناها بالعموم هو مشهد الجماهير اللي ماليين استاد القاهرة في مدينة نصر. الجماهير موجودين بيتفرجوا على الماتش، بيشجعوا، التشجيع رائع، منظم، مهذب، منضبط، حاجة الحقيقة شكل ومشهد يفرح. خليني أخذ معايا على التليفون صديقنا العزيز وزميلنا العزيز ناقدنا الرياضي البارز جدا أحمد الهواري. ازيك يا أبو حميد؟ أستاذ يوسف وحشني، تحياتي ليك ومبروك لشعب مصر وخص طبعا جمهورنا الزمالك. يعني وحشني جدا يا أبو الكرامات والله. وانت أكتر والله. لازم نتقابل بقى على هوا قريب. لازم ضروري. كلمني على ماتش النهاردة، وشفت الماتش ازاي، وأداء الزمالك كان عامل ازاي من وجهة نظرك؟ طبعا انا بكلمك وانا في المقصورة جنبي معالي وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي، مستر باتريك وسبي رئيس الاتحاد الافريقي، كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة. فرحة كبيرة جدا جدا للمسؤولين المصريين طبعا، واول ما الحكم صفر حرك باتريك وسبي رئيس الاتحاد الافريقي على تهنئة كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اللي نزل على طول مباشرة، وانا بكلمك دلوقتي لارض الملعب للاحتفال وتهنئة الجهاز الفني واللاعبين. لو كلمنا فنيا على المباراة، طبعا كانت مباراة صعبة، لكن نادي الزمالك بتعليمات اعتقد هي تعليمات جوزيه جوميز المدير الفني انه يموت الماتش بلغة الكورة. الهدف المبكر اللي سجله نادي الزمالك في منتصف الشوط الاول ادى نادي الزمالك اريحية شوية، لان النتيجة كانت لصالح نادي الزمالك 1-0 بعد خسارة مباراة الذهاب 2-1، لكن قدر نادي الزمالك ان هو يخرج بالنتيجه اللي عايزها، نتيجه 1-0. اي نعم يعني كانت نتيجه تقلق لاخر دقيقه، لكن نادي الزمالك قدر يحقق اللي عايزه ويخطف لقب الكونفدراليه من نادي نهضه بركان المجد. عظيم جدا. طب تعالى بقى نحط ابو الكرامات توقعاتك للاهلي والترجي. لا ان شاء الله يعني باذن الله النادي الاهلي يقدر يخطف نتيجه ايجابيه زي نادي الزمالك كده 1-0، يعني التعادل هناك سلبيا 0-0 ادى افضليه اكيد في مباراه العوده للنادي الاهلي. اتوقع ان النادي الاهلي يقدر في القاهره هنا يكسب 1-0 او 2-0 كمان. عظيم جدا. طيب قول لي بقى، انا كنت دلوقتي بقى عمال بعلق على انه الاستاد مدرجات استاد القاهره في مدينه نصر مليانه عن بكره ابيها بالجمهور، حتى انا قلت جمهور الزمالك كان مالي الاستاد، وبعد كده رجعت قلت وان كان بشكل عام هو جمهور الكوره كان مالي الاستاد. عوده قويه جدا للجمهور الى المدرجات، ايه رايك في المساله دي؟ بص خليني احيي من خلال برنامجك اللي بيتابعه الشعب المصري كله الساده المسؤولين اللي خدوا قرار في توقيت مناسب جدا جدا جدا، وهو عوده الساعه كامله للملاعب باستثناء طبعا استاد القاهره وبرج العرب، لكن في المباريات الافريقيه ساعه كامله. النهارده وانا موجود في الملعب وبكلمك من الملعب، يعني مش ما فيش كرسي فاضي، ثلاثه على الكرسي من كثر الحشد والجماهير والتواجد، واللفته كمان اللي انا شايفها لفته طيبه جدا 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 هي وجود عدد من مشجعين النادي الاهلي بتيشيرتات النادي الاهلي متواجدين في الاستاد بيأزروا الزمالك. لا يا راجل والله انا بقول لك انا حاجه شايفها بعيني. ده بقى خبر عندي بمليون جنيه. كمل. انا بقول لك لقطه انا شايفها بعيني، واتوقع ان اللقطه دي هيكون فيها لقطه مماثله في يوم السبت الجاي في مباراه الاياب ما بين
النادي الاهلي ونادي الترجي، وده الجمهور المصري يا استاذ يوسف اللي موجود دايما وعارف انه يفرق ان فريق مصري بيلعب باسم مصر، عارف ان ده وقت المؤازره بغض النظر بقى عن الانتماء. انا بقول لك انا لقطه شفتها بعيني وهو عدد من المشجعين متواجدين بتيشيرتات النادي الاهلي لمؤازره نادي الزمالك. رائع جدا. الناس راحت بقى تقريبا من الساعه كام يا احمد؟ معلش ما سمعتش. بقول لك الناس الجمهور راح بدا يتوافد على الاستاد من الساعه كام تقريبا؟ بص هو فتح البوابات كان من الساعه 2 تقريبا، الماتش بدا 8، فتح البوابات كان من الساعه 2، لكن خليني اكد لك ان الجمهور من قبل كمان فتح البوابات وهو كان قدام الملعب بالفعل، يعني قدام استاد القاهره وقدام البوابات، والجمهور فضل من قبل الساعه 2 بيتواجد و بيحتشد امام بوابات استاد القاهره، ولحد المباراه ما بدات كمان كان هناك جماهير لسه بتوصل لاستاد القاهره، لان زي ما حضرتك تبقى عارف بيكون فيه حشود جايه من محافظات اخرى ومن الصعيد ومن اسيوط ومن محافظات بعيده جدا، فبيكون الوقت مش ما تعرفهمش، لكن لحد ما المباراه كانت بتبدا كان في تسهيل في دخول الجماهير، وده اللي ظهر لان المدرجات حتى مدرج الدعوات الخاصه والخاصه بالرعاه وخاصه بالكاف واتحاد الكره ووزاره الرياضه ونادي الزمالك كلها كانت فول كومبليت، حتى الممرات اللي ما بين الكراسي وما بين المدرجات الجماهير قاعده فيها، وده ان دل يدل على الحشد اللي كلمت حضرتك عليه. يعني عظيم جدا، بشكرك جدا يا احمد، كل الشكر ليك مليون مره، الف شكر احمد الهواري ناقدنا الرياضي والزميل والصديق العزيز.